ازيكم؟ ازيكوا عاملين ايه؟ وحشني جدا. فيديو النهارده عن البرودكت ده، يا ترى ايه هو؟ هو برودكت المحبب لقلبي الفتره الاخيره، قلت لازم اطلعه في فيديو لوحده عشان اتكلم عنه. تابعوني لاخر الفيديو عشان تعرفوا ايه هو البرودكت ده. البرودكت ده، بس قبل ما ابدا اعملوا لايك وشير وسبسكرايب وفعلوا الجرس عشان توصلكم الفيديو بتاعتي كلها اللي بتنزل على الشانل. البرودكت ده العلبه دي فيها ايه؟ العلبه دي فيها زيت شجره الشاي التي 3 من اوريفليم. مش شرط تجيبوه يا جماعه من اوريفليم، ومش مش بعمل دعايه للشركه، بس زيت شجرة الشاي لازم يكون عندك وعند كل واحدة بشرتها اويلي او عندها التي زون مختلطة، يعني وبيطلع لها حبوب بشكل مستمر. فده العلاج من الاخر بجد، وعلاج طبيعي، مش لازم نجيبه من اوريفليم، ممكن نجيبه من امتنان بيوفروه، ممكن كمان نجيبه من بادي شوب، ذا بادي شوب بيوفروه. فاي مكان هتقدري تجيبيه منه اتس اوكي okay. هي النتيجه واحده. انا جايباه من اوريفليم بصراحه، وعجبني جدا. عايزه اقول لكم الحل البديل تمام. لا ده طبعا تحفه، بس ده دواء علاجي. لكن انت لو حد ما بيملش ان انت تستخدمي حاجه علاجيه، يعني فيها كيميكلز كده، وعايزه حاجه طبيعيه، فده البديل زيت شجرة الشاي. طبعا هو في اختلاف في السعر وفي اختلاف في السايز، طبعا ده بحوالي 13 جنيه وحجمه مش عارفة قد ايه، بس كبير طبعا، واضح ان في فرق في الحجم تمام. ده حجمه صغير جدا، 10 ملي بس، الازازة بتاعته بس. هدول كنت بيقعد كتير جدا، بس طبيعي يعني مش هيضر بشرتك، يعني لو ما فاتكيش، يعني ان كيس انه حصل ما جاش مع بشرتك، بس هو ما ينفعش، لازم يعني بيفعلا بيخلي الحبوب ما تطلعش وبيعالجها بشكل طبيعي، بس مش هيضرك. فعايز اقول لكم وهمي وهمي وهمي، لازم يكون عندكم لو انت بشرتك فعلا دهنية او مختلطة وبيطلع فيها حبوب، بيتحط على المكان اللي فيه الحباية، سواء بقطنة اللي هي بتاعت الودان دي او بقطنة عادية، وبتحطيها على الحباية. ممكن نستخدمه، انا شايفاه ممكن ديلي، يعني لغاية لما الحالة تروح، يعني لغاية لما الحبوب تروح. هقول لكم مش مضر لان هو زيت طبيعي، فممكن لغايه ما يعني، بس طبعا مش يوميا حتى لو ما فيش حبوب، لا هو لغايه لما الحبايه تروح اتس اوكي نبدا نستخدمه وخلاص على كده. كمان ان هو بيعالج او بيخلي البشره تحارب انه ما يطلعش فيها حبوب، يعني هو بيعالج الحبايه والمكان ده ما يطلعش فيه حبايه. عايزه اقول لكم فوائده كتيره جدا 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 جدا، اقروا عنها. ممكن انزل لكم ريفيو مفصل على الانستجرام، صوره ليه ببوست مكتوب عن فوائده الكتيره جدا جدا، بس حبيت اعمل ريفيو سريع واقول لكم لازم يكون عندكم. انا منتظمه عليه وبقى من روتيني الفتره الاخيره، مع اني كنت جايباه من فتره، كنت استخدمته مره وقطعته مره وقطعته، بعدين لما حسيت بالفرق من استخدامه لا بقيت استخدمه بشكل طبيعي وشكل منتظم، فانصحكم بيه وبشده. احسن كتير من ان احنا نجيب الاكنيمايسين تمام. ولو انت حابه يعني او مش عارفه توفري ده، فانت ممكن تستخدمي ده. كنت عامله فيديو عنه في القناه، حابه لو لقيت لكم اللينك احطه لكم في الديسكربشن او في اول كومنت مثبت، عشان تروحوا تشوفوه. وفي منه كريم وده المحلول، بس انا حبيت المحلول اكتر، ليه سبونشيه كده من فوق بتحطي بيها على ده، بس ده ما ينفعش نحطه وننزل الصبح، لازم يتحط بالليل وما تعرضيش لاي ضوء. وكمان الصبحيه تصحي تعملي الروتين بتاعك انك تغسلي البشره بالغسول بتاعك وبس كده. الكريم كان ليه طريقه للتوزيع الكريم بتاعه، وكنت بخلطه مع كريم تاني
علاج كان اسمه اكريتين. روحوا شوفوا الفيديو بالتفصيل طريقه وضعه وطريقه حطه ازاي. النسب، لان الكلميسين ده فيه 2% وفي مش عارفه كام في الميه، والاكريتين نفس الحكايه مش فاكره كان كام في الميه، فروحوا شوفوا الفيديو عشان بالتفصيل. ده ان كيس ما لقيتوش تقدروا توفروا ده، بس دلوقتي فروع امتنان كتير، اوريفليم كتير، سيلرز على الاونلاين بيبيعوها. انت تقدري تعملي عضويه وتقدري تجيبيه. امتنان مش محتاج عضويه، محل زي اي محل بتاع اعشاب وحاجات طبيعيه تقدري توفريه منه. كمان ذا بادي شوب في كل مكان. الفكره كلها اختلاف اسعار واختلاف شركات مش اكتر. ده كان ريفيو النهارده عن زيت الشاي او زيت شجره، سوري زيت شجره الشاي. بليز يا بنات بليز حاولوا يكون عندكم، فعلا هيفرق معاكم في بشرتكم وفي الحبوب. ولو انتوا كمان استخدمتوه او استخدمتوه من اي براند تانية اكتبوا لي في الكومنتس السعر واجيبه منين عشان انا كمان استفيد منكم. يا رب يكون الريفيو بتاع النهارده خفيف ما طولتش عليكم ويكون عجبكم. لو عجبكم الفيديو اعملوا لي لايك وشير سبسكرايب، وعايزه اوصل القناه في اقرب وقت ل 5000 سبسكرايب. ممكن يكون بعيد قوي عن الرقم اللي احنا فيه، بس حلم ان شاء الله قريب حققه معاكم. اشوفكم على خير في فيديو جديد. باي باي.